الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطط تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال. مع بداية رمضان غوتيريش يناشد تطبيق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات. هجمات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين بالحديدة، وانفجار قرب سفينة بريطانية قبالة السواحل اليمنية. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، وهذا موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال محمود عصمت. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر. حذر وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم. استعرض شكري خلال اللقاء موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود كافة من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي برقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتطبيق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح، خاصة مع بداية شهر رمضان. وأكد غوتيريش في الوقت نفسه أن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على مدينة رفح الفلسطينية قد يدفع الفلسطينيين إلى دائرة أعمق من الجحيم. تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أول أيام شهر رمضان، حيث استشهد وأصيب العشرات خلال عمليات نسف واسعة النطاق في منطقة حمد شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31,112 شهيدا و 72,760 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. لم يثني شهر رمضان المعظم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إيقاف أو تخفيف حدة قصفها على سكان قطاع غزة المدمر بالأساس. عشرات الشهداء والمصابين جراء القصف المكثف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 57% من الحرب. في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة نفذ طيران الاحتلال غارات على عدد من المنازل أسفر عن شهداء وجرحى. أما في حي الزيتون بمدينة غزة استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن عشرات الإصابات بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود إلى عائلة أبو شمالة. الحال ذاته في حي صبرة جنوب مدينة غزة فيما استشهد 3 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي خان يونس نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة النطاق في منطقة حمد شمال غرب المدينة مخلفة شهداء وإصابات، كما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال شرقي المدينة. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بارتفاع عدد الشهداء في القطاع جراء القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 31,100 شهيد وإصابة ما يقرب من 72,800 فلسطيني. وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان في أجواء كئيبة وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وشبح الحرب والجوع في غزة، ويواجه أكثر من 2 مليون شخص يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر خطر المجاعة. بينما يحيي المسلمون شهر رمضان أجواء من البهجة والفرح، استقبل الفلسطينيون الشهر الكريم في أجواء وسط إجراءات أمنية مشددة وشبح الحرب والجوع في غزة، وفيما تصدح التكبيرات في عدد من العواصم العربية إذانا بصلاة التراويح لأولى ليالي شهر رمضان الكريم، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن أكثر من 1000 مسجد بات ركاما وأكوام دمار أو تضرر بسبب القصف الإسرائيلي. ومقابل استعدادات الأسر في العالم الإسلامي لإحياء الشهر الفضيل، يواجه أكثر من 2 مليون شخص يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر يواجهون خطر المجاعة في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية.
وفي رسالة إلى المسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطبيق وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد في المنطقة. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحثت أيضا الوضع الإنساني في إطار جهود اللجنة لإجراء محادثات مباشرة مع جميع الأطراف. أما المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني فقد كتب في منشور أنه يتعين وقف إطلاق النار في رمضان لأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم، ولكن بالنسبة لسكان غزة فإنه يأتي مع انتشار الجوع الشديد واستمرار النزوح والخوف والقلق وسط تهديدات بعملية عسكرية على رفح الفلسطينية. وحيث يعيش الكثير من الفلسطينيين في خيام بلاستيكية ويواجهون نقصا حادا في الغذاء، ليس هناك بديل سوى أن يأملوا في السلام. وفي رفح الفلسطينية خيمت أجواء من اليأس على سكان المدينة جنوب قطاع غزة بسبب نقص المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعار المتاح منها، ولا يستطيع الأهالي في مدينة رفح الفلسطينية تدبير احتياجاتهم، خاصة في ظل معاناتهم المستمرة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر. بلا مدافع إفطار تدخل البهجة والسعادة على الفلسطينيين، لكن على وقع أصوات القصف والدمار يستقبل الفلسطينيون الشهر الكريم، فكيف كان رمضان سابقا وكيف عاد عليهم هذا العام؟ هنا في رفح الفلسطينية حيث تجمع نصف السكان البالغ عددهم 2,300,000 نسمة في المدينة بعد نزوح أعداد كبيرة إليها هربا من بطش آلة الحرب الإسرائيلية ومن شبح المجاعة التي لا تزال تفتك بالأهالي خاصة في شمال القطاع. انت شايف كيف الوضع المأساوي اللي احنا عايشين فيه في غزة، من ناحية حصار وقصف ودور دمرت وناس عايشين في الخيام. اللي احنا عايشين فيه هذا عايشين تحت ظلم، بدنا نعيش وبدنا نرجع على غزة من اول وجديد ونشوف حياتنا. يا عم احنا كفي يعني تعبنا. وفي محاولة يائسة في ظل ظروف حرب هي الأكثر قسوة على القطاع في تاريخ حروبه، توافد السكان الذين أنهكتهم الحرب على سوق مفتوحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لشراء كل ما هو متاح لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط نقص حاد في المواد الغذائية وغيرها من الضروريات. لكن أجواء من الكآبة خيمت على المواطنين داخل السوق بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما جعل المواد الغذائية ومعظمها من الأطعمة المعلبة غير ميسورة بالنسبة لغالبية السكان الذين يعانون من القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أشهر. جاية أسوق لرمضان، أجواء حزينة، أجواء بتبكي، ولا واحد فيه الفرحة في عينيه، الكل ماشي وحزين، الأسعار غالية جدا، وكل بيت حزين، كل واحد يعني نافذ، اللي عنده جريح، اللي عنده شهيد، واللي بيته مهدوم، يعني قلوبنا قاعدة بتنزف، فيش أجواء رمضان. نزوح وخوف وقلق وتهديدات بعملية عسكرية، هذا هو حال النازحين الذين لا يجدون مكانا يؤويهم، حيث يعيش الكثيرون منهم في خيام بلاستيكية ويواجهون نقصا حادا في الغذاء، حيث بدأوا صيامهم منذ 5 أشهر، هكذا وصفوا أنفسهم بسبب قلة المواد الغذائية وعدم تناولهم إلا لوجبة واحدة طوال اليوم. قال المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن رئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي رفض فيها مطالب الرئيس الأمريكي بايدن، والتي اعتبرت بدخول مدينة رفح خطا أحمر، وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على رفح. أضاف أبو ردينة أن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم الخاصة بالحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في محاولات تهجيره من وطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان، مضيفا أن المطلوب الآن هو وجود إرادة سياسية أمريكية لتحويل تصريحات الإدارة الأمريكية بخصوص اقتحام مدينة رفح
إلى أفعال حقيقية على الأرض. كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك. وتواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة وصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية. ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالقيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال رمضان، مؤكدا أنها تدفع الوضع نحو الانفجار. في غضون ذلك اقتحم 275 مستوطنا إسرائيليا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام شهر رمضان المبارك. وسط الحرب الدامية التي تشهدها غزة ومع دخول شهر رمضان المعظم، يطارد كابوس مخيف سكان المدينة القديمة بعد أن حول الاحتلال موطئ الانتفاضة إلى ثكنة عسكرية. فمع أول أيام الشهر الفضيل شرع المحتل الذي لا توقفه مقدسات دينية أو إنسانية في منع مئات المصلين الذين حاولوا عبور أبواب الأقصى لأداء صلاة تراويح أولى ليالي رمضان، واعتدوا على عدد منهم بالضرب واعتقلوا العشرات من الشبان الفلسطينيين. شهود عيان أفادوا أن شرطة الاحتلال احتجزت المصلين عند باب المجلس وأعاقت وصول المئات إلى أبواب المسجد الأقصى كافة، كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول الشباب عامة والنساء دون سن 40 خاصة، في حين سمحت للمئات فقط من الرجال من أهالي الضفة الغربية بدخول المسجد الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان بذريعة الضرورات الأمنية. ورغم أن رئيس الوزراء قد أعلن قبل أسبوع أن دخول الشرطة الإسرائيلية الشباك إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان سيكون فقط بموافقته، إلا أن ساحات الحرم القدسي شهدت انتشارا أمنيا غير مسبوق، في مؤشر لدور اليمين المتطرف في توتير الأجواء بالقدس بهدف التصعيد، الأمر الذي دفع فصائل من المقاومة لمطالبة سكان الضفة الغربية بالنفير العام للدفاع عن مقدساتهم. ولطالما يشكل الحرم القدسي الشريف نقطة اشتعال للعنف الدموي من قبل قوات الاحتلال بسبب أمور تتعلق بالسيادة والدين في القدس، وهو ما أشعل فتيل اشتباكات دموية عام 2000 والتي سرعان ما تحولت إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ما يعني أن الوضع المتأزم الحالي قد يفجر انتفاضة ثالثة قد تشكل طوفانا يعصف بالأخضر واليابس. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بأن 3 غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذتها طائرات أمريكية وبريطانية من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن أي أضرار من جراء القصف. وفي وقت سابق أفادت وكالة بريطانية للأمن البحري بأنها تلقت بلاغا عن سماع دوي انفجار قرب سفينة إلى الجنوب الغربي من ميناء أصليف اليمني، مشيرة إلى أن سفينة وطاقمها بخير. نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، وذلك تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم. تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم بين طياته سردا تاريخيا لبطولات القوات الجوية، عقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية
تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس، والتي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء. في إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر شهداء الشرطة تقديرا لتضحيات أبنائهم، نظمت الوزارة زيارة لهم إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية، كما نظمت الوزارة احتفالات لأسر الشهداء من منطلق تحقيق التواصل معهم ودعمهم ومساندتهم. بفضل تضحيات الشهداء يعيش الوطن في أمن واستقرار، منطلقا نحو البناء والتنمية. لذلك كان التقدير المتواصل من الدولة ووزارة الداخلية لهذه التضحيات، والحرص من القيادة السياسية على تقديم الدعم والمساندة لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن. وزارة الداخلية دايما بتوفر لي الحالات وكده علشان اكون مبسوطة اكتر وحاسة ان بابايا قاعد معايا. نشكر جدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرحلة اللي عملها لنا الجميلة دي للمتحف المصري، وحرفيا بنستنى الرحلات دي من السنة للسنة، بنروح اماكن سياحية وبيجي معانا الضباط. طبعا الضباط اللي بيكونوا مرافقين لينا بيحسسوا الاولاد كأن فعلا باباهم موجود، بالنسبة للأب والأم بيحسوا كأن أولادهم لسه موجودين ما فقدوهمش. بقى مبسوطة جدا، والضابط أو الضابطة من دول ماسكة ابني أو بنتي وماشيين مع بعض مرفقين بيهم وبيفسحوهم ويصوروا معاهم ويلعبوا معاهم، أنا بقى مبسوطة جدا فعلا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي مخلينا جوزي ما ماتش وعيالي مش يتم وأنا مش أرملة. وحقه ما راحش ده ربنا وعده بالجنة، وليا رجال الشرطة كلهم معوضين ولادنا عن عدم وجود الشهيد، اهتمامهم ورعايتهم في مدارسهم وفي دراستهم وفي كل الحاجات الترفيهية في كل المناسبات هم معانا. اليوم النهاردة جميل جدا، وولادي والأسر الشهداء كلها مبسوطين. أحب أشكر وزارة الداخلية على تعبها معانا بصراحة، ويعني اهتمامها بأسر الشهداء. وبحب أشكر قوي 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 الرئيس، لأني هو بصراحة كتر ألف خيره مش سايبنا ومهتم بينا قوي. انا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيخرجنا في امكنة زي دي، بيوديها في امكنة زي دي عمرها ما رحناها. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك. لا تمر مناسبة الا وكانت اسر الشهداء حاضرة تتشارك هذه الاحتفالات، ووزارة الداخلية سباقة دائما نحو وضع اسر الشهداء في مقدمة اهتماماتها، تصطحبهم في زيارات الى الاماكن الاثرية والسياحية ليستمتعوا بأجواء من البهجة والفرحة كجزء من رد الجميل لهذه الأسر التي تحملت وضحت وصبرت ليستقر الوطن. مبسوط جدا ان انا روحت متحف مصر الكبير وزرت الاهرامات وشفت ابو الهول. وزارة الداخلية دايما سندانا، دايما بتفرحنا. وزارة الداخلية بتفسحنا وتعملنا رحلات عشان تعوضنا عن بابانا الله يرحمه، وبيخلوا الضباط يبقى جنبنا زي بابانا الله يرحمه. إشادة كبيرة من أسر الشهداء بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم، وبالتواصل المستمر معهم على مدار العام لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها. وهم أمثلة على القيم النبيلة والتضحية والشجاعة، فهذه الأسر هي مصدر الإلهام والعزيمة. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرف فيه. جمعونا كل سنة وبيحسسونا إن إحنا أسرة واحدة معاهم، وإننا لما بنحتاج أي حاجة بنلجأ إليهم. شاكرين أفضلكم جميعا على الاهتمام بينا وأسر الشهداء. وتحرص وزارة الداخلية دائما على اصطحاب أسر الشهداء إلى أندية الشرطة وإقامة الاحتفالات معهم بهدف تكريمهم، وهو ما يعكس تقدير الوزارة لتضحيات الشهداء والتزامها الدائم بدعم أسرهم. نفسي تحضني.
وشهدت هذه الاحتفالية حضورا لعدد من الشخصيات العامة التي حرصت على الحضور لتكريم أسر الشهداء. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تهدف هذه الفعاليات إلى تخليد ذكرى الشهداء الذين سطروا بأرواحهم وتضحياتهم استقرار الوطن، وتكريم أسرهم لتعميق روح الولاء والانتماء الوطني، وترسيخا لقيم التضامن مع هذه الأسر. أبويا شهيد، دي حاجة أكيد تشرف فيه. اهتمام واضح توليه القيادة السياسية لأسر الشهداء. في هذا الإطار فإن وزارة الداخلية تقدم الدعم والمساندة لأسر شهداء الشرطة في كل المجالات وفي كافة المناسبات، في تأكيد واضح على أهمية التضحيات التي قدمها آباءهم في سبيل استقرار وأمن الوطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية تكليف جميع الأجانب عدا حاملي بطاقات الإقامة بما في ذلك المعفيون من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم. وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات إنما تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع المؤسسات الدولة كافة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم، بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة. وأكدت الوزارة أنه لن يتم التعامل من جانب مؤسسات الدولة كافة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة. وختام الرابعة تذكير بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال. مع بداية رمضان غوتيريش يناشد بتطبيق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات. هجمات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين بالحديدة، وانفجار قرب سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمنية. وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني على الإنترنت nile.eg. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام بانوراما الرابعة من قناة النيل للأخبار. كل عام أنتم بألف خير إن شاء الله. في أمان الله.